مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ضيفنا اليوم واحد من الشباب السودانيين اللي هو من دونجولا، السلام، تحية لكل أهلنا في الولايات الشمالية. بدأ مسيرة نجاح وتفوق هنا في السودان وكمل في كوريا الجنوبية. يمكن كلنا تابعنا في وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الفاتحة الاحتفاء الكبير اللي كان به بكل إنجازاته اللي أدهشت حتى أهل البلد، يعني حتى صحيح. أصدقائنا الكوريين 4 جوائز قدر يربطها بالجامعة اللي كان بينتمي لها من خلال المنحة اللي قدم لها أونلاين. كثير من التفاصيل حنتعرف عليها مع الباشمهندس علاء الدين إدريس حسن خيري، باحث بهيئة البحوث الزراعية. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور أستاذ، مرحبا بك. كيف أخبارك؟ مرحبا بكم. أول حاجة، إحنا طبعا الليلة أول يوم نلاقيك، فليش شايفينك هنا قصير وكنت في الصور طويل شوية؟ والله أصلا الكوريين لأنه التواقف جنبهم هم قصار. والله برضه دي احتمال يكون ده مبرر. إنه هم قصار شوية. أنا وجدت لقيت نفسي هناك، بحب أرجع ثاني سريع. طويل بعقلك، يعني يقول لك كوريا دي كلها جليد وكذا، فيها مناطق أصلا زراعية قدر ده عشان ما أنت تمشي ليها بحسة زراعية؟ في كان تساؤلات زي دي؟ أكيد طبعا، ده في ما في طبعا مساحات، زي ما قلت انت ما في مساحات للزراعه. أيوة. لكن هم هناك بيعتمدوا على التكنولوجيا اكثر، التقانات، بيحاولوا يعملوا حاجات كثيره في مساحه صغيره، وتخلي ده بصعب المهمه، يعتبروا ان انت دائما بتفتش لحلول بديله. يعني اكيد طبعا كان يجي يشيلوا مننا هنا كم هكتار كده. نتمنى طبعا، نتمنى انهم يعملوا معانا استثمارات زراعيه. اكيد هم عندهم تقانات حيوانيه، عندهم حاجات متقدمه، ونحن عندنا الموارد، ممكن نعمل استثمار زراعي. باشمهندس علاء الدين، جامعه السودان، كليه الزراعه، تخرجت بدرجه امتياز. انت اصلا بتحب القرايه من زمان وانت صغير ولا؟ انا من زمان كنت اكاديمي وبحب القرايه. كيف كانت الجامعه، يعني دراستك لكليه الزراعه كيف دخلتها؟ يعني احنا السودان هو كنا بنقرا زمان مسلط غذاء العالم، يعني معروف انه ارضنا دي صالحه للزراعه في اي مكان. نعم. كان طلعت قدام باب الشارع زرعت لك شجره بتقوم، لكن ده واحد من التخصصات اللي احنا بنهمله دائما، يعني ما قعدنا نمشي عليه كثير. انا خشيت الزراعه، خشيت كليه الدراسات الزراعيه عشان بات وكانت رغبه. انا خلصت المرحله الثانويه في 2005، وعن رغبه خشيت الجامعه، خشيت كليه الدراسات الزراعيه، وكنت مجتهد عشان البيئه حواليه هناك في الشماليه. انا اصلا من حته اسمها السلام في دونجولا، هناك المنطقة الزراعية والناس كلهم زراعيين، وأنا كنت متأثر بالبيئة المحيطة، ويعني عايز أعمل حاجات في المجال ده. ودي كانت رغبة جات من هنا، كنت عندي الرغبة ومدفوع بالرغبة دي، وبرضه كنت تاني عندي حاجات تانية كتيرة، دوافع تانية كتيرة خلتني اجتهد في المجال الأكاديمي أثناء الدراسة في الجامعة، وحققت يعني نتائج كويسة، وفي النهاية تخرجت بالدرجة الأولى. امتياز. كان في بالك انه انت اول ما تتخرج ترجع السليم، ولا لا كان في بالك فعلا انه انت تسافر، ولا السفر ده جاء بعد التخرج، يعني كحاجه ما مدروس لها ولا مخطط لها؟ تاكيد، بس كانت حاجه زي ما قلت ما مدروس لها، وكانت اي مرحله براها مفصوله من الثانيه. انا لما جيت كنت اخذت في بالي انه حارجع السليم، او يعني حاجه قلت في الخطه ما مثلا امشي حته ثانيه جوا السودان. لكن بعد خلصت الجامعه الواحد اصلا بيكون في نمو مستمر، بيكون في تطور مستمر. انا بعد وصلت المرحله بتاعت نهايه الجامعه، فكرت في الماستر، في الماجستير. بعدين مشيت عملت الماستر في كوريا الجنوبيه. كيف يعني عملته هناك؟ كلمنا عن التفاصيل دي. زول حكى ليك شفته في موقع، يعني بس النقطه دي وضحها لنا شويه كده. كانت طيب، انا يعني المنح الدراسيه، احنا كنا اصلا ما عندنا فكره كده، يعني لما خلصنا الجامعه بعد كنا في رابعه او في خامسه، بدينا نسمع من اصحابنا، وبدينا نسمع من يعني من عامه الناس انه في منح دراسيه، الناس ممكن يدفعوا لك، انت لو مشيت في منظمات ممكن تتكفل بالاعاشه، تتكفل بالسفر وكده. فتشت، بدات ابحث في النت، ببحث في النت ولقيت الكي جي اس بي دي اللي هي المنحه الحكومه الكوريه، وشلت الكونتاكت نمبر بتاعه من هناك. بديت اراسل البروفيسور الكوري، ارسل له الشهادات والاوراق، واتكلم معاه بالايميل وكده، اراسله. في النهايه هو جاء يعني قال لي خلاص. كانت في 3 تصفيات، التصفيه الاولى، الثانيه، الثالثه كده. مريت في التصفيات، رسل لي اكسبتنس، قال لي خلاص احنا قبلناك، تعال دراسه الماستر. شنو في اللحظه دي تحديدا؟ يعني انا كنت لانه دي لغه، اول شيء لغه مختلفه. نعم، يعني تخلي الانجليزي هناك ما كثير في كوريا. صحيح، هاي ما كثير، يعني لازم تتعلم اللغه الام بتاعه البلد. صحيح. طيب بالنسبه لي كانت زي ما قلت صعبه شديد بكل المقاييس، لانه كل الحاجات فيها فوارق كبيره على مستوى البيئه، على مستوى الثقافه، على مستوى اللغه، على مستوى الدين، على مستوى حاجات كثيره. كانت الفوارق كبيره، الواحد عشان يهيئ البيئه لنفسه ويقرب الفوارق دي
ويقدر يعني يوفر البيئة الملائمة لنفسه كانت حاجة صعبة. لكن أنا مشيت وأنا عارف الحاجات دي كلها، مش كنت عارفها لكن كنت متوقعها، كنت متوقع بنسبة كبيرة إنها هتحصل. كانت نوع من المغامرة كده، هي ذاتها يعني. بس البيت كان رأيه شنو في الموضوع ده يعني؟ ما كانوا يقولوا ولدكم ما شكور قالوا على الدين ده ممكن يمشي، ما في مشكلة. ما كانوا خايفين عليك؟ ما كانوا خايفين، ما كانوا خايفين عليك. طيب كيفت كيف؟ زي النباتات، بس انت قبل قلت انه النباتات دي بيعملوا لها جو كده وبيعملوا لها بيوت محميه وكده، انت كيف قدرت تعمل لك بيت محمي كده تقعد فيه في كوريا الجنوبيه؟ اول حاجه برد شديد يعني، ونوعيه اكل مختلفه، وقدرت تتواصل معاهم كيف يعني ذاته يعني في الاول يعني هم طلبه لما بعد ما مشيت الكليه؟ انا مشيت اول حاجه عملتها مشيت عملتها اصحاب من الكوريين ذاتهم، من الطلاب الاجانب من دول تانية، عملت اصحاب بيعتوا لغه الانجليزي حقهم المكسر ده؟ لا بل في طلاب دوليين كتار، هم بيدوا المنحه ل 160 دوله. في طلاب دوليين من دول كثيره. بعدين مشيت عملت اصحاب. كان في عرب معاك في كان في تقريبا من اليمن واحد بس. طيب وافريقيا؟ من اليمن واحد، من العراق كانوا اثنين بس. افارقه كان في والله؟ افارقه كانوا في، افارقه كتار كمان، كتار تقريبا من كل دوله في افريقيا. اي بعدين احنا طبعا لما تمشي هناك بتحس بانه هم ناس اليمن والافارقه ديل هم اخوانك ذاتهم يعني. ايوه كل ما طبعا تطلع برا بتشوف الحاجات قريبه ليك، قراب ليك، ديل اقرب ناس ليك، ممكن تحس بهم زي اخوانك. كنا بنعمل اصحاب ونتونس معاهم، نعمل برامج انشطه، برامج بنعملها بنفسنا، ويعني ما حسيت بها حاجه، ما حسيت بانه المجتمع هناك مرحب بال 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 بالاجانب او بالسودانيين تحديدا. في سودانيين هناك كثير؟ ما في السودانيين هناك ما كتار، هم في سودانيين طبعا لكن ما كتار، عدد بسيط شديد. طيب اذا علمت اللغه بسرعه ولا لسه؟ طبعا دي الصور بتاعتك في الكليه، ديل ورا ديل زملائك في الكليه اللي قدام، ده البروف اللي كنت بتتواصل معاه؟ نعم نعم، ده كان بروفيسور على اليمين وعلى اليسار برضه بروفيسور في جامعه ثانيه. لكن طيب الكلام ده كان في اول سنه، في اخر سنه، متين يعني؟ الكلام ده تقريبا في يعني في منتصف الدراسه، ده صورة التخرج. تاني. ده كان في صورة التخرج. نعم دي في صورة التخرج في اخر ال. طيب انت عملت الماستر في الاحياء الجزيئيه، يعني شنو الاحياء الجزيئيه؟ احياء الموليكولر بيولوجي. الموليكولر بيولوجي ده تخصص بيكون يعني بيختص باستخدام الموليكولز، جزيئيات او الجزيئات، جزيئيات. قريب لعلم هو نفس علم التغانة الحيويه باي تكنولوجي. ايوه الدي ان اي والار ان اي والحاجات دي، جينيتكس. يعني النبته دي بتتعامل معاها زي البني ادم؟ نعم نعم بالضبط كده، تتعامل معاها يعني زراعه، تكون انسجه ومن الانسجه بتعزل، بتعمل ايزوليشن لحاجات، بتستخلص حاجات معينه منها بتستخلص، وفي النهايه بتدرس صفات او بتنزل فيها صفات او كده يعني. طيب طوالي خلينا نتكلم عن الجوائز، ويمكن دي يعني ده الموضوع الاساسي، ودي الحاجه اللي يعني ابهرتنا احنا هنا في السودان، حتى اصحابنا في كوريا يعني اصدقائنا الكوريين ايضا يعني ابهرتهم وفرحتهم هذه الجوائز، خصوصا الجامعه اللي انت فوزتها بجائزه كان لها 50 سنه ما اخذت الجائزه دي. كنا نتكلم عن مجمل الجوائز عموما، اول جائزه لو بتتذكرها. اول جائزه كانت انا مشارك في بوستر، مشارك ببوستر في مؤتمر في كونفرنس في مدينه اسمها بوسان في الساحل الشرقي. بعدين شاركت في الكونفرنس وبالبوستر بروفيسور كان يعني اداني توصيه قال لي هتعمل بحث في المجال ده وتشارك في الكونفرنس في شهر 4 القادم، الكلام ده قبل شهرين تقريبا. مشينا شاركنا، وكالعاده هناك المؤتمر الدولي بيشاركوا فيه على مستوى الجامعات الكوريه مجموعه من الجامعات 50 60. التنافس كان كم تقريبا يعني؟ تقريبا كنت بتنافس كم شخص او كم جامعه؟ الناس كانوا كتار، انا ما بعرف عددهم لانه المؤتمر كان 3 يوم، لكن الجامعات كانت تقريبا 60 جامعه او 70 جامعه كده حول العالم. فيها من برا وفيها جامعات كوريه كثيره برضه. بعدين يعني اختاروا البوستر، كان افضل بوستر، ودوني جائزه، وانا جيت راجع الجامعه عملوا لي برنامج كده بالمسا ناس الجامعه. نعم مشينا جابوا الطلاب وجابوا البروفات كلهم والدكاتره، مشينا عملوا لنا عشاء كده بالمسا وبرامج. والصباح جا البروف شايل جريده في يده وراني قال لي ده جابوك في الجريده. انا قلت له الحاصل شنو؟ انا ما اعرف لغايه الحاصل. انت ما ادوك الجائزه؟ انت تقرا الجريده فاشل بس الصوره. لا انا بعرف، لكن انا كنت عارف انه انا اخذت جائزه بس ما اعرف يعني الجائزه دي بتعمل. قلت له ايه الحاصل شنو؟ طبعا بتخاف من اللغه يعني، اي لغه غير الانجليزي دي بتفتكرها حاجه صعبه وما حتتعلمها. لغه الفرنسي يعني ممكن استوعبه، لكن الكوريه دي انت قدرت تتعلمها نطقا وكتابه؟ نعم في السنه دي؟ في 8 شهور.
في 8 شهور. لا لا دي ما شاء الله تزول قرايه شديد. طيب بس كده حيي لنا المشاهدين ديل باللغه الكوريه. يا ربون انيون هاسيو اكا تشينغو اغاشي ماسيم ديرو تشاغا يا ربون ديرو يا هانغوك مالو يا غي هاغاسيميدا ايجي بوتو كاجوك دورغو تشينغو اكاتشي جون شيكون جون شيغانيل تشال بونوسيو كريغو هاغوشي بونين هاغوشي بون موغوشي بونغو موغننغو مودو تا ماوم ديرو هاسيو كامسامنيدا يا سلام قلت له شو؟ تبغى تتبشر على قلت له انا عشان ما حقدر يترجم بحد في شكل سي جي فبقول انا الترجمه. سلمت عليهم؟ سلمت عليهم تحيه. تحيه قلت لهم البيت الاسود طرحه مريدي عايز بس قلت لهم البيت الاسود طرحه. طيب باشمهندس علاء الدين يعني نحن كل ما يكون في شخصيه سودانيه متميزه في واحد من المجالات مع واحدة من الدول الصديقة أو الشقيقة ده بيبقى فاتحة خير علينا يعني. خلينا نتكلم عن شنو أنت الدور اللي تفتكر أنت ممكن تلعبه في أنه تقوي العلاقة ما بين البلدين سواء في مجال الزراعة أو في المجالات عموما يعني. طيب الدور أنا ممكن ألعبه عشان يعني شنو المحتاجين له ونحن مثلا من كوريا في مجال الزراعة شنو ممكن تكون محتاجة لكوريا من السودان في مجال الزراعة خصوصا في الفترة دي الدولة بتقدم تسهيلات كثيرة على مستوى الاستثمار يعني خصوصا الاستثمار الزراعي. طيب الحاجات اللي احنا محتاجين اللي هم محتاجين لها هي طبعا دائما بركزوا على الحاجات النباتات الطبية والعطرية بركزوا عليها لأنه بيعملوا منها غير طبية بيعملوا منها مصادرات تجميل وكذا ونحن عندنا في السودان نباتات كثيرة جدا موجودة ومعظمها ما مصنفة يعني وفي واحد مش مصنفة لكن ما معروفة يعني في نباتات مثلا أنا بتذكر منها كثير لكن عندها مواد كيميائيه يو يعني زي ما القهوه فيها كافيين الموليتا دي مثلا احنا عارفين انها عندها فايده لكن بس يلا مصنفه ولا مو مصنفه؟ الموليتا لا قاصدها التصنيف العلمي حيكون موجود الساينتفك كلاسيفيكيشن اصلا موجود لكن انا بقصد التصنيف هنا يعني هنا في السودان جوا بس غادي يكون الناس ما عارفين الحاجه مثلا في نبات اسمه الجبين بيعرفوا اذا اخذت الجبين اذا اخذت الجبين في كوبايه بتاعت لبن اللبن الجبن يبقى زي زبادي في دقائق بالله هذه خاصيه الواحد بيشوفها كذا لكن دي دار دراسه برضه عشان احتمال فيها ماده كيميائيه يستخلصوها يستفيدوا منها وهم هناك في كوريا في حاجات توظف او برضه يطلعوا علينا احنا ذاتنا عشان نستفيد توظف زي ما قلت لان هم عندهم التقنيه وعندهم مراكز البحوث واحنا عندنا المواد الخامه الارض والنباتات احنا عندنا برضه مراكز البحوث لكن يعني ما زيهم ما متطور بالشكل ما زيهم عندنا الموارد زي ما قلت احنا عندنا الموارد محتاجين لاداره الموارد دي محتاجين يعني جهات تعمل بحوث علميه وجهات يعني تدخل رؤوس اموال عشان تكون في استثمارات في السودان طيب بعد الجوائز وبعد عودتك من الجامعه من كوريا الجنوبيه اللي هي جامعه كيم يونغ كده صح؟ الاكسن كده كده لا المفروض تقولها سريع كيم يونغ صح؟ ايوه بس بالضبط يعني سريع كده هو ده عنده فكره لكن يمشي كوريا الشماليه ما اعرف حيمشي يرجع ولا ما المهم خليه احنا هسه بنتكلم يا باشمهندس عن بعد العوده زول بتكون عنده حاجات داير يعملها على الصعيد الشخصي ليه هو كباشمهندس على ويعمله برضه لمنطقته لبلده السودان في بالك بعد التخصص بتاع الاحياء الجزيئيه تواصل في اتجاه نقدر من خلالك انت نستفيد من المساحات ومن الامكانيات اللي قبل شويه كنا بنتكلم عنها دي. ممكن في التخصص في نفس التخصص الاحياء الجزيئيه لانه ده يعني ممكن تستخدم عفوا ممكن تستخدم بعض الصفات الجينيه الوراثيه الموجوده في نباتات تنقلها في نباتات ثانيه تعمل تحسينات وراثيه على مستوى النبات على مستوى المحاصيل. تعمل مقاومه او تعمل تحمل لبعض الاشهادات الموجوده زي الجفاف والتصحر والجفاف والملوحه وفي اشهادات كثيره نحن تواجهنا مشاكل على مستوى دي ممكن تعمل لها المشاكل دي كلها تعمل لها حلول باستخدام الجينيتكس اللي هو وحتستخدم فيها التولز بتاعت البايوتكنولوجي وبرضه في نفس المجال في حاجات ثانيه زي الاغراض الطبيه كنت بتكلم فيها قبل شويه انه نحن عندنا في السودان مجموعه من المحاصيل مجموعه من النباتات البريه موجوده في الصحاري موجوده في محلات كثيره في السودان ممكن يحصل لها حصر بعدين يعمل لها دراسه يطلعوا منها يستخلصوا منها مواد كيميائيه معروفه ويدرسوها هي خصائصها وصفاتها شنو وظائفها شنو بتلعب شنو في تكون مسلمه ايوه بعدين يعمل لها اغراض طبيه ويستخدموها في مجالات مختلفه كثيره
ولكن طبعا لازم ده كله محتاجين احنا لازم للبحوث. نكون للبحوث للبحوث. طيب انت هسه ما موجود في هيئه البحوث الزراعيه، يعني عندك دور على المستوى الشخص المفروض تقوم به، يعني تزول درست برا وكده الامكانيات وتابعت وواكبت حتى عمليه البحوث وبالتقنيات الحديثه، حتى لو ما تلقت بنفسها في السودان لكن خلاص افقك بيكون اتفتح يعني. صحيح، في يعني احنا عندنا في السودان دائما في السودان عندنا البحوث العلميه تعتمد اكثر على الحقول المفتوحه، الحقول المفتوحه ما لابات، يعني في كوريا هناك كلها لابات، كلها في اللابراتوريز في المعامل في المختبرات حاجات مقفله، لكن في السودان هنا بيعتمد على الحقول. نحن لسه محتاجين تقنيات حديثه كثير تخش معاملنا، يعني محتاجين بلا شك تقنيات، محتاجين اجهزه، محتاجين استاف يكون عارف يتعامل، كيف تدريب مستمر للاستاف بصوره دوريه، محتاجين تقييم للباحث اللي بيعمل حاجه، محتاجين برضو دعم من الدوله للبحث العلمي. بالحديث عن الدوله، يعني بعد ما جيت راجع، يعني كيف لقيت الاهتمام والدعم من الدوله اول ما جيت؟ يعني هل تم التواصل معك؟ قدمت لهم مقترحات؟ طلبوا منك بحوث في مجالات محدده؟ لا، الكلام ده كله ما حصل. ما حصل. لكن تقريبا انا ارجع السبب للاعلام احتمال، لانه ما كان في دول عارف، حس الفكره يعني الناس عرفوا حتى بعدها بدات، لكن احتمال ما كانوا عارفين، انا ما اعرف السبب، لكن ما حصل. نحن قبل قرينا الصحف السياسيه في صدرت الليله في الخرطوم، كان فيها خبر شوية مؤلم، يعني انه تراجع انتاج الصمغ العربي هذا العام من 100,000 ل 12,000. الصمغ العربي ده كان فيه مشكله دائما، واحنا كانت استضفنا قبل كده واحده من الباحثات في مجال الزراعه، هي قدمت اختراع لماده، احنا عشان نطلع الصمغ لازم نشيل اللحاء الخارجي بتاع الشجر يعني، فهي عملت اختراع لماده هو زي الرزاز كده بيتبخه وبعد ذاك بيطلع الصمغ يعني. المجال الصمغ العربي ده لانه هو واحد من اهم الصادرات اللي حتكون في المرحله الجايه بعد رفع الحظر عن السودان وكده، هي مستثناه من الحظر اصلا، لكن يعني حتنتشر اكثر، يعني الموضوع حيبقى اكبر. شنو البحوث اللي احنا لسه محتاجين لها في المجال ده، اذا كان انت عملتها او بتفكر تعملها يعني؟ طيب لو في بحوث طبعا دي في مجال الغابات، حتكون البحوث يعني على مستويين طبعا، الكميه والنوعيه، فيكون توسع افقي في مناخات احنا يعني. نعم، عندنا مناخات كثيره في السودان يعني بتقبل الصمغ العربي، ممكن ينتشر في حتات كثيره في السودان. يكون في توسع، ويكون برضه الاهتمام بالكميه والاهتمام بالنوعيه والجوده. الاهتمام بالنوعيه والجوده ده حيكون طبعا الشجره الواحده حتنتج بتاع الجينات بتاعكم. نعم، الحياه الجزيئيه. نعم، طبعا الحياه الجزيئيه في اي حاجه ممكن، البايو تكنولوجي في اي حاجه ممكن، او الموليكولر بايولوجي تكون مؤثر. نعم، في اي حاجه ممكن تكون مؤثر، لكن دايره دراسات ودايره يعني بروبوزال، واحد يقعد يكتب يطلع يعني مقترح، بعدين ياخذ عليه فند ويبدا يشتغل. أيوة. طبعا احنا المساحات الكبيره الجبال كانت مدخل ليك، نتمنى ان الناس فعلا تستصلحها، لانه هي لسه ما زالت بكر، وفي كثير من المساحات ما موجوده يعني في كثير من الدول، زي التقانات وزي المنح وزي الدراسات والناس اللي بيمشوا في الاتجاه الزراعي. احنا في النهايه دوله زراعيه في المقام الاول، بيخدم الموضوع بتاع الزراعه، مش حتى في السلع الاستراتيجيه بس، يعني حتى على مستوى المنتجات البستانيه وغيرها. شكرا لك يا باشمهندس علاء الدين ادريس حسن خيري، باحث بهيئه البحوث الزراعيه، ونحن بنشكرك مره ثانيه للجهود الكبيره اللي بتقوم به، واثبتت من خلال انه الشباب قادر انه وجد الفرصه يكون فعلا يعني قائد للمنابر بالشهادات وبالدراسات. كتر خيرك. شكرا لك يا استاذ. شكرا لك جزيلا. تواصل معكم مشاهدينا.